مساء الخير واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد على قناه عالم منوعات. نورين دايما، نورين قناه عالم منوعات. اتمنى لكم يا رب الصحه وتكونوا في احسن حال. يا ريت يا حبايب قلبي ما تنسوناش في اللايكات والشير، فضلا وليس امرا، وتفعلوا زر الجرس عشان نكون دايما على تواصل ويوصلوا كل جديد ان شاء الله من قناه عالم منوعات. طبعا معانا بقى برنامج المقالب كريزي يومن الحلقه 11، طبعا هو من احلى البرامج اللي اتعرضت في رمضان 2022. طبعا هقول لكم بقى تفاصيل الحلقه اللي حصلت النهارده، هقول لكم الملخص يعني. طبعا النهارده كان في برنامج المقالب كريزي يومن الحلقه 11، وطبعا هي بنت بتعمل نفسها ان هي تبع اوبر وكريم، هتيجي فعلا وهركب معاها الضحيه. هتعمل بقى ان هي، هو اسمه اصلا مقلب ام وبيسة بتاعت الهريسه. هتعمل بقى نفسها ان هي بتوزع هريسه يعني على الضحايا اللي هيركبوا معاها التاكسي، وهقولها احنا مش عايزين هريسه، عايزينك توصلنا بس لشغلنا عشان احنا متاخرين وكده. هتقعد تقول لهم بقى، هي طبعا هتبقى عامله نفسها بقى بتتكلم كده بطريقه غريبه كانها شاربه حاجه او بتاعه مخدرات او كده يعني. فهم طبعا بقى لها كل ضحيه هيركب معاها يقعد يقول لها إيه انت مصطبحه ولا ايه. هتقعد تقول له ما تطيرش بقى الحجرين اللي انا عاملاهم، ما تطيرش بقى النفق، ما تطيرش بقى، ما تظبطش بقى الحاجه يعني، ايه انت كده هتطير الحجرين اللي انا عاملاهم في نفوخه وكده يعني. فطبعا هيقعد يقول لها ايه اللي انت بتقوليه ده، إيه انت بتشربي حاجه ولا ايه. وهتقعد تقول له ايه، طب وحياه امك، ما انت زعلان، ما تزعلش، طب خد حته هريسه هيت وكده. وفعلا بالفعل كل الضحايا اللي هركبوا معاها هياخدوا فعلا من الهريسه اللي هي هتديها لهم. هي طبعا بتديها لهم على اساس ان هي ايه بتصالحهم بيها يعني وكده، وهي فعلا هم هياكلوها فعلا، هياكلوا قطعه كده منها. وبعد كده بقى هتقعد تقول لهم بقى بعد ما ياكلوها، هتقول لهم انتوا، هتقعد بقى تقول لهم ده هي فيها حاجة وانا حاطة فيها بودرة يعني وكده، اللي هي مخدرات يعني. طبعا الضحية هيقعد يتنرفز جدا وهيتعصب، ويقعد يقول لهم، هيقعد بقى يقول لها ربنا ينتقم منك وكده. وفي الاخر بقى طبعا هيكتشف ان كل ده مقلب، وان ما كانش فيه حاجة في الهريسة، وهي عادي يعني وكده ومفيهاش اي حاجة، وبتعمل مقلب.